أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، صلي وسلم على آله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه والسائرين على منهاجه. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التهاني والتبريكات بذكرى مرور الذكرى السنوية لميلاد يعسوب الدين وإمام المتقين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي مرت بالأمس وعشناها وعاش أجواءها المؤمنون والمحبون بالبهجة والفرحة والسرور والسعادة، سائلين العلي القدير أن يبلغنا لها إن شاء الله في الأعوام القابلة ونحن جميعا بخير وعافية وسلام. وبهذه المناسبة العطرة الطاهرة لا بأس أن نذكر بعض ما ورد من مناقب وفضائل لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، تلك الفضائل والمناقب اللامتناهية والتي لا يمكن حصرها. وقد روض هذا المعنى بعض المحدثين والمؤرخين العامة فضلا عن الشيعة بما ورد من كثرة فضائل الإمام علي عليه السلام. أقرأ لكم روايتين، الأولى ما ورد بسند مذكور في كتب العامة، والآخر ما ذكر في كتب الشيعة. فقد ذكر الحافظ القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. الله لا. وأيضا ذكر الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه وهو من أعلام الطائفة العظماء في كتابه الأمالي حديثا بنفس المعنى، قال عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الصادقين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى أو لا يحصى عددها أو لا يحصي عددها غيره، لغير الله سبحانه وتعالى. فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو وافى القيامة بذنوب الثقلين. ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع،
ومن نظر إلى كتابة فيها فضائل غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. إذن هذه من فضائل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبما أننا نرغب أن نحظى بهذه العطايا وبهذه المغفرة وبهذا العفو الإلهي، سنذكر لكم منقبة وفضيلة للإمام علي السلام قد ذكرها الحافظ ابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذكر علي عبادة. صلوا على محمد، صلي وأيضا قد وردت هذه الروايات في طرق علمائنا الأعلام أيضا بهذا المعنى. إذن هذه إحدى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كانت قليلة في ألفاظه وكلماتها ولكنها عظيمة وكثيرة في معناها وفي أبعادها. ولسنا في صدد تحليل المضامين التي احتوت هذه الكلمة القصيرة، ولكن الغرض أن ننبه على أمرين من ذكر هذه المنقبة العظيمة. الأمر الأول أن نعرف وجه حبنا للإمام علي عليه السلام. لماذا نحب الإمام علي عليه السلام؟ لماذا نعشق الإمام علي عليه السلام؟ لماذا نود علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هذه إحدى الأبعاد التي تبين أن علي بن أبي طالب صورة العبادة، علي بن أبي طالب طريق إلى الله سبحانه وتعالى يوصلنا إلى مقام العبودية الحقة والعبادة الكاملة. ولهذا أكدت الروايات على حب علي عليه السلام، وسأقرأ لكم جملة من الروايات وردت في مصادر العامة، لا أريد أن أذكر من مصادر الشيعة حتى لا يقول أن هذا فيه تهمة، وإنما ما ورد في كتب العامة بمصادرها. فعدة روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأها من دون الأسانيد اختصارا للوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عنوان صحيفة المؤمن حب علي. اللهم صل وسلم. إذا أردت أن تعرف أنه مؤمن انظر هل يحب يحمل حب علي أو لا يحمل. وقال صلى الله عليه وآله: حب علي براءة من النار. وقال صلى الله عليه وآله: حب علي براءة من النفاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عليه السلام يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب علي عليه السلام قبل الله منه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاء. صلوا على وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب علي فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض علي فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. وقال صلى الله عليه وآله: حب علي نعمة واتباعه فضيلة. صلوا على محمد. إذن من هذا نعلم أن حب علي من صميم العقيدة الإسلامية ومن لوازم النجاة. من يريد أن يحظى بالنجاة فعليه أن يحب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر الأول،
أما الأمر الثاني في ذكر هذه المقولة، نريد أن نعرف آثار ذكر علي عليه أفضل الصلاة والسلام التي جاءت الرواية تؤكد على الإدمان بذكر الإمام صلوات الله عليه. فعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. الله إذن ذكر علي بن أبي طالب زينة وكمال وصفاء ونقاء وسمو ورفعة وجمال صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من آثار ذكر علي عليه السلام أن الملائكة تهبط في ذلك المكان وذلك المجلس الذي حظي بذكر الإمام علي عليه السلام. فقد جاء في الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحف بهم. إن شاء الله الآن الملائكة تحف بنا إن شاء الله في هذا اليوم المبارك. فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء فتقول الملائكة، يعني الآخرون الذين لم يهبطوا: إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة الآخرين، فلم نرى رائحة أطيب منها. فيقولون: إنا كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته. على فعلق فينا من ريحهم فعطرنا. فيقولون: اهبطوا بنا إذن إليهم. فيقولون لهم: قد تفرقوا ومضى كل واحد إلى منزله. فيقولون: اهبطوا بنا إلى حتى نتعطر بذلك المكان. صلوا على محمد. وكذلك من آثار ذكر علي وآل علي عليه السلام أنه شفاء من الأسقام البدنية والعقلية والنفسية والقلبية، كما روي عن الإمام علي عليه السلام قال: ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب، وحبنا رضا الرب تبارك وتعالى. إذن ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الإمام علي وكذلك سائر الأئمة صلوات الله عليهم. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ذكر الله عز وجل عبادة، وذكري عبادة، وذكر علي عبادة، وذكر الأئمة من ولده أيضا عبادة. إذن ذكر أهل البيت جميعا عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على إدامة ذكرهم. لماذا؟ لأن أهل البيت عليهم السلام يمثلون الدين. أهل البيت عليهم السلام مظهر من مظاهر تحقق طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول: لا يراد بالذكر هو قلقلة اللسان فقط، وإنما المراد من ذكرهم يعني استحضار أنفسهم، استحضار محاسنهم، استحضار فضائلهم، أن نكون قد استوعبناها ونفذت في قلوبنا. فإن استحضار شخصياتهم القدسية النورانية تكسبنا حالة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى والخشية منه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هكذا يجب. ولهذا لا يمكن أن يكون ذكر الإمام علي وأهل البيت موصلا لنا إلى الله
ومؤثر فينا إلا باتباع أهل البيت عليهم السلام والسير على نهجهم وتطبيق إرشاداتهم وتوجيهاتهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا مو مجرد دعوة أن نحب الله، لازم اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا اتباع النبي لا يكون إلا باتباع أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا الاتباع يتوقف على التعرف، لابد أن نعرف أهل البيت عليهم السلام، وكذلك أن لا نغفل عن سيرتهم والارتباط بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن نديم ذكرهم إذا أردنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكرهم ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا روي عن الصادق عليه السلام يقول: شيعتنا الرحماء بينهم. يعني من صفات الشيعة أن تجد أن بعضهم يرحم بعضا، يرأف عليه، يعينه، يساعده، يسانده في محنه، يكون رحيما عليه. رحماء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله. من صفات الشيعة أنهم دائما يتصلون بالله سبحانه وتعالى، بمجرد أن يختلون يذكرون الله، يلهجون بذكر الله، يعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن ذكرنا من ذكر الله. هذا الشاهد، إن ذكرنا من ذكر الله، يعني إذا ذكرنا معناه أنتم ذكرتم الله سبحانه وتعالى. إن إذا ذكرنا ذكر الله، وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان، عكس ذلك. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن ذكر أعدائهم هو ذكر ماذا؟ الشياطين. فذكر محاسن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومعنى ذكر أهل البيت أن نبرز محاسنهم، أن نحيي سننهم صلوات الله وسلامه عليهم، أن نحاكيهم في أفعالهم وفي أقوالهم. وذكر أعداء أهل البيت يعني ذكر الباطل، ذكر الباطل بمعنى أننا نحاكي أعمال أهل الباطل ونتبع أهل الباطل ونحيي سنن من؟ الباطل. هذا معنى ذلك. لهذا أيها الأخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، علينا مسؤولية عظيمة أن نحافظ على طهر ونقاء وقداسة ونزاهة مجالس أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنها مجالس عبادية، عبادة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحافظ على أجوائها العبادية، وأن تكون مفعمة بذكر الله عز وجل، وأن لا نسمح بأن تنفذ بعض أذكار الشيطان أو أهل الباطل، أو نحاكي أهل الباطل في أي فعل من الأفعال في هذه المجالس الطاهرة المطهرة، حتى تعم علينا البركة والخيرات، وأن تكون موصلة لنا إلى المدارج المأمولة من مراتب العبادة. هناك إذن مسؤولية، خصوصا في هذه الأيام التي مع الأسف نجد أن بعض السلوكيات بدأت تنفذ في مجالس أهل البيت عليهم السلام، أو بما يرتبط بذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سلوكيات لا تتوافق مع ذكر الله بل تنافي ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يصدر من البعض في حالة الإنشاد والأهازيج، بأن تكون
يغنون تلك الأناشيد والأهازيج بألحان تلك الألحان يستعملها أهل الطرب وأهل اللهو وأهل الباطل. شوف نجد بعض المنشدين أو بعض المنشدات أو بعض الرواديد أو بعض الروادات يستخدمون بعض الألحان الباطلة اللهوية، يعني يأخذون بعض ألحان بعض الأغاني ويركبونها على مديح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، توهم بأن هذا جائز ما دام باسم أهل البيت معنى وماكم مانع. لا أيها المؤمنون، هناك حدود شرعية، هناك ضوابط شرعية. الفقهاء يقولون أن ما يناسب أهل الطرب واللهو من الألحان هذا عنوان الغناء، هذا من الأمور المحرمة، والغناء لا فرقه أن يكون بالكلمات اللهوية أو بكلمات دينية أو بكلمات في مدح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بل هذا يعتبر محرم. وحتى أثبت ذلك أقرأ لكم بعض الاستفتاءات الواردة في هذا المجال. فمثلا أقرأ لكم هذا الاستفتاء الوارد عن سيدنا السيد السيستاني حفظه الله تعالى، صلوا على محمد وآل محمد. يقول السؤال: ما حكم الاستماع إلى المدائح التي تكون بطور بعض الأغاني علما بأنها تؤدى بنفس الأسلوب والأداء تماما والاختلاف بينهما في الكلمات فقط؟ أجاب: إذا كان الأداء بطور متداول في مجالس اللهو واللعب فلا يجوز. هذه بعض الاستفتاءات، ولا هناك استفتاءات أخرى. إذن لا يجوز أن ننشد أو نأتي بتواشيح بنفس الصيغة والأسلوب الذي يستخدمه أهل الباطل. ومن ذلك أيضا التصفيق، التصفيق الذي يحدث، التصفيق في نفسه جائز مو حرام في نفسه، ولهذا يجوز التصفيق للتشجيع للحماس للتأكيد لغيره، ماكو أي مانع. ولكن التصفيق نوعان: نوع بسيط عادي هذا جائز، ونوع آخر يستخدمه أهل اللهو والطرب اللي يصير على طقات معينة، هذا التصفيق لا يجوز استعماله في مجالس أهل البيت عليهم السلام لأنه محرم. ولهذا في استفتاء للسيد: ما حكم التصفيق في المواليد إذا كان بالكيفية التي يستعملها أهل اللهو والطرب؟ أجاب: التصفيق في حد ذاته جائز، نعم لابد أن يراعى في مجالس أهل البيت عليهم السلام ألا يكون بالكيفية التي يتعارف في مجالس أهل اللهو واللعب. إذن ننبه الأخوة المؤمنين الأخوات المؤمنات بأن لا يسمحوا بصدور مثل هذا الفعل، فهذا عمل حرام. ونؤكد على الأخوة المنشدين والمنشدات والقراء والقارئات ألا يكونوا سبباً للإعانة في صدور مثل هذه الأمور سواء باللحن أو بما يوجب التصفيق هذا الأمر، وتتأكد المسؤولية على أولياء الحسينيات أولياء المجالس، فإن عليهم مسؤولية شرعية ألا يسمحوا بصدور ذلك لأنه من المنكر، ويجب عليهم أن يمنعوا صدور المنكر وأن ينهوا عن من يفعل هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بذكر علي عليه السلام، وأن يثبتنا على محبة علي عليه الصلاة والسلام وولايته.
اللهم احينا محيا علي بن ابي طالب عليه السلام واهل بيته، وامتنا على ما مات علي بن ابي طالب عليه السلام واهل بيته، وارزقنا شفاعته وزيارته عاجله، انك على كل شيء قدير.